موضوعنا النهاردة عن ازاي احذف شخص في مجموعة على سناب شات تابع معي السلام عليكم اهلا بكم في قناتي قناة ياسمين عاشور النهاردة كده هنحذف شخص في مجموعة او جروب على سناب شات بس يا ريت قبل ما ابدا شرح النهارده تعملي لايك للفيديو ده ولو ما تشوف قناتي تعملي اشتراك في القناه ولو عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات وانا هرد عليك مساج كمان صلي على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاه والسلام ويلا بينا على سناب شات بنضغط على سناب شات وبعدين بنضغط على صندوق الرسائل بالشكل ده وبعدين بنروح على الجروب او المجموعه بتاعتنا على سناب شات بكل سهوله ببدا افتح المجموعه او الجروب بالشكل ده كل عليا بطلع وبروح وبضغط على اسم الجروب بتاعي كل عليا ببدا ان انا انزل على اعضاء المجموعه بيبدا ان هو يظهر لكل كل اعضاء المجموعه في تحت بعض زي ما انتم شايفين كده كل عليا لو انا عاوز عاوزه ان انا احذف شخص من المجموعه بضغط ضغطه مطوله على الشخص ده من هنا بيقول ازاله من المجموعه ببدا ان انا اضغط على ازاله من المجموعه هنا بقولك سيتم ابلاغ الشخص اللي انت عملت له ازاله ده طبعا هيتم ابلاغه تمام هنا ببدا ان انا اضغط على ازاله طبعا تاكيد الازاله طبعا بتعرف الشخص اللي انت حذفته من الجروب بيعرف هو والاشخاص الموجودين بيظهر في الدردشه بضغط على ازاله بكل سهوله وبس كده انا دلوقتي عملت حذف الشخص في مجموعه او جروب على سناب شات ياريت تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه لو عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته